السلام عليكم. معلش انا هدي المحاضره بطريقه يعني مختلفه تماما. شولدر وسيرفايكال سباين. معلش الطلبه حتى درستهم عايزين نعمل امتحان بدري كلينيكال كيس. هنقول ليه يعني سيرفايكال سباين اند شولدر هاو كان اكسبيرمنت. الحقيقه يعني انا مش هتكلم كتير، لكن هو مش السيرفايكال سباين ده كلاسيكا، ديسك برولابس ده فيري كلاسيكا. العين هيجي بالمانيفستيشن بتاع الراديكالوباسي، رافع ايده كده يقول لك انا بستريح، هو مشخص نفسه، مفيش حد فينا هيختلف تماما فيه، صح؟ افريج ايج 40، الديسكات كويسه، في ديسك برولابس واضح كلينيكالي هيبان، اما ار اي هتبان، مفيش فينا حد هيختلف فيه. لكن طب لو المنظر ده صح، المنظر ده كتير كلنا هنشوفه، وخاصه الفيميلز بيقول لنا تقول لها الوجع في الرقبه ولا في الكتف الاثنين، انه اكتر من الثاني الاثنين زي بعض، بيجي لك الصبح وبالليل، الصبح وبالليل والنهار، طب نوع الوجع عندك ايه؟ قرص وحرقان وكهرباء بتقول لك كل انواع، مش عارف تشخص. وحدي مثل رهيب كلاسيفيكيشن، علشان انا افرق بين السيرفايكال وال انا معلش ذيس از ماي كلاسيفيكيشن اللي علمها لي واحد من اساتذتنا يعني من عظماء السباين دكتور هشام الصوار. ابر موتور لور موتور نت اكسترا سباينال، وهنقول دي ان احنا كلنا، انا شخصيا على مدار حياتي في حاجات حصل مستيك ميسنج مني، ضيعت من العين فرص كبيره جدا. جاي عيانا واحده ست كانت شغاله عند يعني سكرتاريه، جاب لي ابوها ام ار اي سوبرا سباينيتس فيل، سيرفايكال سباين ام ار اي ديسك برولابس مالتيبل ديسك زي الراجل اللي داوت، عامل اي ام جي والكترو كوندكتيف ستادي كاربال تانل والنر وسوبرا سباينيتس ما اعرفش حلو. اذا كل الانفستيجيشن 40 جلسه علاج طبيعي، الجراح هقال له الكتف، بتاع السباين هقال له السيرفايكال. طب جاي لي ليه؟ ده انا مش عارف اعمل لك ايه؟ ده انت عامله كل حاجه. طب قعدت انا هتجنن رايحه لناس عظماء احسن مني مليون مره، دي حقنا الرقبه وحقنا الكتف وعامله ام ار اي كتف والكترو كوندكتيف عند ثلاث اربع دكاتره بتوع الكترو فيسيولوجي. الله ازاي والراجل بتشتكي من اي حاجه؟ انا حاسس ايه دي مخدمه وكتفي وجعني ومش عارف احرك كتفي. يا نهار ابيض، طب ابدا بمين ولا مين؟ طب تتخيلوا كده الدايجنوز كانسر سايرو، ست شهور بيلف دفع دم قلبه علشان ما مشاش الدكاتره العظماء ما مشوش سيستماتيكال. احنا كلنا اخلاق الزحام، اول ما العيان يدخل نبص في الساعه، الست اللي بره تدخل لك علشان انت خلي بالك انت اتاخرت. احنا انا بتاع سباين ما شوفش الشولدر، بتاع الركب ما شوفش السباين. انا سقطت في الامتحان، كل اللي هواي كان مشرف عليا سقطني في الامتحان عشان قلت الكلمه دي، قلت انا بتاع سباين. قال لي طب تعالى بقى انا هسالك في السباين، السباين بيعمل ايه في الركب؟ قال لي مفيش حاجه اسمها كده الانسان. وسالني سؤال واحد، قال لي هل الديسك برولابس اذا كلينيكال دايجنوزس او راديولوجيكال دايجنوزس؟ قال لي لو حبيت تعمل للعيان جراحه وهو خارج من عندك، لو انت ما انتش عارف انك هتعمل له ايه، اعرف ان انت يو ميسنج هتعمل حاجه غلط. وبالتالي التقسيمه دي مهمه جدا، ابر موتور لور موتور نيكس نيك اكسترا سباينال. وهنشوف الكلمه اللي قالها الدكتور اكرم هنا، هجيب من الاخر يروح عامل لك رنين مغناطيسي. البلين اكس راي اللي مش هيعمل بلين اكس راي هيضيع اباوت على الاقل 60% من الدياجنوستس. وهنشوف
الكلاسيكال ان العيان بيجي بالريتيكولوم بس القصد ايه؟ لازم ما هي الانسان واحده اللي هيعمل ديجنريشن هنا مش هيعمل ديجنريشن في سوبرا سباينيتس. هو كده، هو ربنا خلق الانسان كده. اللي عنده خشونه في الركب ما عندوش لو باك مستحيل. طب وش سباك كوز اوف بين؟ احنا عارفين، مش هنتكلم النظر، احنا كلنا عارفين. وش نيرف روت موستلي كوز ار سي 5 سي 6؟ اكتر حاجه بتدي راديكولار بين او ريبير، يعني فيرد بين، سي 5 سي 6. احنا عارفينه سوبرا سباينيتس سي 5 سي 6، اكزيلر نيرف سي 5 سي 6، ودول كلهم واحده اهو الشولدر ابدكشن سوبرا سباينيتال اكزيلر. طب يا نهار ابيض، طب هو المسلز دي لما بيحصل بروبلم هنا، لما بيحصل بروبلم هنا في السوبرا سباينيتس، الجسم يبدا تكمبنسيت ويز انذر ماسلز كونكتد تو ذا نيك زي الترابيزيوس. لما يحصل كومبنسيشن يحصل ستريس على الترابيز، تبدا الست تيجي او الراجل يجي يقول لك انا عندي هنا المشكله، لكن بعد فتره شهرين ثلاثه اربعه النيك بقى كده، يجي بتاع السباين يعمل ام ار اي على طول من غير ما يدخل على الاكزامينشن اي بي سي الحاجات دي، يقول له ده انت عندك الديسك ده، ادخل اعمل عمليه. طب انتوا كلكم في المجتمع سمعه السباين سيرجري وحش ليه؟ علشان انا ما عملتش اكيور دياجنوز. مش كل عيان ديسك برولابس او ديجنريشن او سبندولوسس محتاج جراحه. دي الاكزامينشن احنا بنجيبها للطلبه من كتاب حلو جدا قبل ما يخترعوا الكاميرا. دكتور اكرم بيقول لك احنا كنا زمان بنشخص كل حاجه كلينيك، احنا النهارده جيل كامل مش عارف يشخص اكيد تنتشر سومالايتس، يروح موديها تعمل ام ار اي اتس نوت اكسبتد، سبتك ارثرايتس شولدر على ما يعمل يكون العين يكون انتهى. سبتك ارثرايتس شولدر كذلك بنشوف سبتك، الراجل يقول له روح اعمل ام ار اي، يروح يعمل جمعيه عشان يعمل ام ار اي. المستشفيات الحكوميه ما بتعملش ام ار اي غير الحالات الايه؟ الامرجنسي اللي محجوزه جوه الايه؟ المستشفى. طب ماسل ويكنس، احنا عارفين الماسلز كل الماسلز صفيت، احنا عندنا الديبتويد وعندنا سوبرا سباينيتس والترابيزيس والليمتروسكاب، كل دي ماسلز. ممكن احنا لو انت مش ماشي كلاسيك في الاكزامينشن بتاعك، واحد من اساتذتنا العظماء اللي علمني اول حاجه يعملها حاله باك بين او سيرفايكال بين، اول حاجه يحط ايده على الدورسال سبينس ويحط ايده على الراديال، لو سيرفايكال يحط ايده على الراديال. الله، ده غير رير، يعني هو انا معقوله اشوف اسكينيا في الاخر لينف؟ تخيلوا بقى ان كلمه رير دي بنشوفها كتير جدا. فالمساله هنا لازم اكون معظم النادي المستصغر الشرعي، لازم انا الحاجه كان زي واحد محدش بص على رقبته ست شهور بيلف لحد ما اللي يقول له هعمل لك عمليه في الرقبه، يقول له هعمل لك عمليه في بالمنظار. ما كل واحد عارفين ملائكه الرحمه والعذاب لما بس كل واحد ماسك حاجه، كل واحد ماسك رجل، انا هعمل وانا هعمل. كان شولدر بين تجيت له بنات؟ يس، اني باثولوجي ان ذا شولدر. كان ريفيرت ذا نيك وخاصة البيزو في ذا نيك. يعني العكس ده. طب هل السيرفايكال بين از راديتنج تو ذا شولدر؟ يس. طب نسبتهم قد ايه اللي بيجوا مع بعض؟ دبل باثولوجي. دبل سترايك. 50% من الحالات. ذا روتيتور كاف راديت تو ذا نيك؟ يس. طب ليه؟ عشان الكومبنسيشن اللي احنا قلناها. عشان دي انرفيتد بايه؟ بسوبرا سكابولار نيرف سي 5 سي 6 هي شبكه واحده. فانا ما فيش حاجه اسمها انا بتاع شولدر فما تشوفش عن عيني. لا 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 انت بتاع سباين فيه. اولا بتاع شولدر بين كان كوست بين يا ريت. ايوه صح. انا معلش انا بتسرع عشان دكتور اكرم ايه؟ كان معاك 150 دقيقه ودلوقتي بيقول لي 15. ماشي 50% coming with double symptoms and pathology ما اسمهاش على الوان بيج. مش حاجه اسمها ان انا ده غير ده. لما نيجي نعمل اناليسيس
لازم تسمع العيان كويس. Analysis of the history of the pain. Pain from the neck is usually felt mainly at the top of your shoulder over your trapezius muscle. What pain from your shoulder is normally felt over your upper arm. ده تختلف من ده. Pain from the cervical. ولا تختلف بتوع الفرق عن حاجة هنا. Worsen at night. طب ليه؟ يعني دايما العيان بتاع السيرفايكال يقول لك انا بصحى من النوم. الانترنت انا بصحى من النوم. لكن العيان بتاع الشولدر بيريح بالليل فلو ما بيتحركش بالليل ويتأنب مش هيجيله البين هيستريح. طب ليه؟ لان ات نايت بيحصل صوت ان ووتر ريتينشن فيحصل ديستنشن للنيرف روتس. النيرف روتس بتحصل ايه؟ مش لاقيه مكان تقعد فيها فيحصل السيلز فعلا يصحى من النوم لحد ما يبدا ما يتحرك السيلز دي. دي من الحاجات المهمه جدا. ليه؟ العيان ما بيجيش بكلاسيكال بيكتشر. ما بيجيش مشخص نفسه زي واحد عمره 40 سنه عنده ديسكت ولا لا. بيجي مش مشخص نفسه في الحالات الاولد ايج وخاصه الستات والسيكولوجي ديستربنس اللي بتبقى موجوده. سيرفايكال بين اند شولدر بين. الشولدر بين دايما بيجي قدام ايكن وجع. اما السيرفايكال راديكولوباسي ده بيجي يقول لك ايه؟ الكتريستيك كهرباء. انا بحس بكهرباء وحرقان. لو انت عملت اناليسيس كويس قوي هتعرف تفرق. طب انا عندي تو باثولوجي لازم واحده تبقى اكتر من الثانيه. يا ترى انا عندي واحد عنده سوبر سبينيتا ستير واحد عنده سيرفايكال ديسك برولابس ويتش ان ويتش؟ يعني انا هبدا بمين؟ هبدا بالسيرفايكال ولا هبدا بتاع دائما احنا بنقول ايه؟ لو انا عندي السيرفايكال نيورولوجيكالي فري ان نو ابر موتور نيورون. هنقولها الحته اللي احنا قلناها قبل كده الابر موتور نيورون. مش ابر موتور نيورون ابدا الشغل. موست بروبابلي العيان اللي عنده دبل سيمبتومز لما تعالج له الشوطه النت استريح. طالما ما فيش نيورولوجي طالما انا الكلينيكال اكزامينيشن بتاعي هو الاساس اتس كلينيكال دايجنوست السنسيتيفيتي بتاع كل التست في الدنيا السنسيت بتاعتك فيها فارس. السيرفايكال بين بياخد ديستريبيوشن او الريديكولوباسي بتاعه يبقى واخد مساحه كبيره قوي. ما ياخدش لوكالايز بين. الالما الشولدر بين تقول للعيان شاورني بصبع واحد. العيان بتاع الشولدر بين يقول لك هنا هنا زي ايه؟ روتيتور كاف البايسبس اند رايس اكرمال كابيتال جوينت. اما الريديكولوباسي بيدي مساحه كبيره ما يقدرش يقول لك الصبع ده. تلاقي العيان يقول لك الصبع ده الصبع ده. ما احنا ساعات بيبقى عندنا محتاج العيان مننا وقت تو اكزامين. الاكزامينيشن الانسبكشن ما ينفعش انط من حاجه لحاجه. احنا معظمنا دلوقتي في اخلاق الزحام الكل اوفر كراودد. العيادات كلها اوفر كراودد. المستشفيات الحكوميه كلها اوفر كراودد. العيانين بتوع المصايف هم العيانين اللي بتشوفهم في الطرقه وانت ماشي. تبص على الاكس راي اكس نورمال تكتب له على ظهر الورقه اي علاج. دي المصيبه بتحصل من هنا. يبقى انسبكشن اشوف ابص لان زي الراجل اللي عنده كانسر سايلودي اللي احنا قلنا عليه ده واحد من المجتمع شفناه ومنه الاف من الحالات بيحصل ميسنج. بتيجي احنا نقول الحالات بتيجي متاخره ليه؟ ما هو العيان بيكون رايح بس الدكتور اللي راح وعنده خبره ما مشاش زي كده ما بيقول. انسبكشن بالبيشن بيركشن زي الدكتور اكرم ما قال اساتذتنا الكبار ما بيعدوش من حاجه لحاجه. احنا كنا بنقعد ثلاث ساعات ناخد الاستاذ يدينا هيستوري. ازاي اخد هيستوري من العيان واشوف ايه واعمل ايه واسوي اذا انسبكشن بالبيشن بيركشن لازم تخبط وبتلاقي تيومر في البوم تك 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 لازم تعمل بيركشن. الموفمنت اكتف اند باسف طبعا بتاع السباين الباسف موفمنت ما تعملوش بيه بس انت لازم تبقى ذكي. في ساعات ستات يجوا ستات بيبقوا دايما مش اكيوريت في الكلام تيجي تقول لها حرك تيجي تشوفك وانت بتحرك ايديها اي 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 طب انت ايه؟
يعني ما حصلش في الرجاله خالص الكلام ده قليل مره ثانيه قليل المؤمن. طب انا اعمل ايه؟ فلازم انت تعمل المؤمن الاكل انت تبعد الاتنشن. تيجي الست وانت بتعمل لها الاكل المؤمن تسالها في حاجه تانية، تكلمها في حاجه تانية الريليفنت للحاله بتاعتها عشان تعرف تعمل ايه. الشولدر بين دايما بتعمل في الموفمنت بين في الاكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن اكوردنج ايه الباثولوجي اللي موجود. اما الراديكالوباسي بالعكس، انت كل ما ترفع ايد العيان بيفتح الايه الفوريمن. فتلاقي العيان حتى يجي يقول لك انا وانا بنام بنام كده بتحسن كده. هنا اقدر ايه لازم ابقى ايه العيان ممكن احنا التستات كلها مش لازم الدكتور احمد بيقول لك السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي اللي بيقول لك التست مش لازم كل التستات تبقى هي هي كلها تظهر. ممكن تست واحد هو اللي يفتح لي السكه ويوريني النور للدياجنوستس بتاعي. السبيسيفيك تيستس اللي احنا هنتكلم عليها هنا اللي احنا بالنسبه لنا الراديكولوجس احنا كده انتوا طبعا اتكلمتوا على الشولدر سبيرلينج تيست شولدر ابدكشن تيست ادسون تيست تيست فور سيرفايكال نالوس بين ليه. تتخيلوا اول حاجه العيان بيشتكي منها من السيرفايكال مايلوباسي اول حاجه واحد عنده سيرفايكال مايلوباسي يعني الديسكات عامله كومبريشن اند تشينجز ان ذا كور ايه فين فين نيك بين ده بيرلي فيري ايرلي نيك بين اللوبك بين. كم من الناس عملوا ديسكتومي اللامينيتومي النمبر فيكسيشن والمشكله عندهم في الرقبه ليه؟ الرقبه ما اتحسنتش. دكتور انا كان عندي باك بين ليه؟ لان السيرفايكال فوق بيأثر على المسلز كلها البارافيرتيبرال مسلز بيحصل لها ويكنس. ده الابر موتور نيورون اللي احنا كتير قوي بيحصل ميسنج منه. وبالتالي انا حطيتها قسمت الحالات سباينال اللي هو راديكالوباسي الابر اللور موتور اللي هو الراديكلوبس العادي والابر موتور والاكسترا سباينال نيك بروبلم. السبيرلين تيست العيان باجي اقول له ايه؟ بقول له بص عنده الراديكلوبس هنا بقول له اعمل هايبر اكستنشن وبص الناحيه اللي ايه؟ يحصل له تيست. صعب جدا ان واحد عنده شولدر بين سوبرا سباينيتس امبيجمنت ان اقول له حرك رقبتك الناحيه اللي فيها البين يجيله الكتريستي في ايده. يبقى ده اسمه سبارلين تيست. مش لازم كل التستات دي مره واحده، ممكن حاجه واحده. الشوجر ابدكشن تيست ده مشهور جدا. العيان بتاع السيرفايكال لما بيفتح الفورامين وهو ايه؟ ويحب ينام كده. ده اما بتاع الشولدر قول له نام كده هيصوت. صح؟ ادي زي السيرفايكال كومبريشن. تيجي انت مش عارف تيجي تعمل العيان تلاقيه يقول لك انا حاسب كهرباء. اللي هو الادب كلها تستات بسيطه. مفيش حاجه اسمها السباين صعب. مفيش حاجه السباين انا مش بتاع سباين. دي مش موجوده في القاموس لان هم واحده واحده. انا متخصص في الجراحه دي بس افهم. انا افهم في الشولدر. بزر المنور. العيان يقول لك ايه انا لما بحزق او لما ببدا اكح. انت لو انت عاوز تعمل ما تقولش للست مثلا احزقي لا تقول لها بصي اكتبي نفسك خدي نفس جامد واكتبيه. تقول لك البنت ديت احنا لازم ما هو العيان ممكن يقفل منك من كلمه ما تعرفش تعمل له دياجنوز خلاص قفلت معاك واعمل له بقى رنين واعمل له بتاع مش هتلاقي صح يا فلازم طب رينج اوف موشن فعندنا السرفايفل رينج اوف موشن لازم نشوف رينج اوف موشن ليه؟ لان ممكن الباثولوجي ده يبقى انكلوزنج ليميتيشن اوف موفمنت مع الـ مع مع الانكلوزنج. الرينج اوف موشن هنا في السرفايكال معظمه بيجوا من سي 1 سي 2 اللور سرفايكال سباين الموشن بتاعته ما بتبقاش عاليه فغالبا العام بتاع السبوندلوزو بيفضل يحرك يقول لك انا بس رقبتي بتوجعني في الاكستريم. لكن لو واحد كان بيقول لك انا كنت بصلي دلوقتي مش عارف يبقى ده ايه؟ موست بروبابلي ايه؟ انكلوز. يبقى لازم اشوف الرينج اوف موشن كويس. طب الابر موتور بقى
الابر موتور اللي احنا دايما بن ايه مسن ما بنبصهوش. زمان واحنا في الماجستير كنا نيجي عند سراكه المايو بس ده معدي ما كانش حد يشوف كتير. النهارده عندنا كل اسبوع بالحالتين والثلاث سباكه المايو بس. اذا حاجه ثانيه تخيلوا بقى، مره انا سالت واحده طالبه من سنتين، سالت سؤال قلت لها ازاي تفرقوا في الام ار اي، تعرفي الديسك برولابس ان الليجن ده من الديسك برولابس مايلوباسي ولا الام اس، وقلت لهم حدين 200 جنيه اللي هياخد. واحده طالبه طالعه ازاي طالعه انت عارفه الاجابه، الام اس ساعات بيجي شولدر بين ونيك بين، هو يحب النيك قوي، اول ما يبدا الباتشز بتاعت الام المالتيبل سكليروسس يحب السيرفايكل، شولدر يحب الشولدر قوي يعمل فيه ام اس حالات كتيره قوي بري ارثرايتس مش عارف ايه ليه، لان ما اخدناش هيستوري كويس. روماتيك بين بيجي في السيرفايكل بيجي في الشولدر، لازم افرق. ما هو هو واخد الابر هاند بتاعه فين، في الشولدر ولا السيرفايكل؟ الاثنين بيأثروا. سباينال تيومرز، واحد عنده تيومر في السباينال كورد طالب يعمل له شولدر، دكتور الشولدر يقعد يفكر في الشولدر يفكر في الشولدر يفكر في الشولدر، والمشكله عنده في ايه؟ في السيرفايكل. انا بتاع سيرفايكل ممكن العيان يكون عنده تيومر في الشولدر وعامل لي ريفيرنج للبيز اوف ذا نيك، ده انت في بانكس تيومر اللي هو بتاع الابكس اوف ذا لانج يدي مانيفستيشن في السيرفايكل والشولدر. اذا المساله ما هياش ايه؟ مرور الكرام، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يقر، والاكزامينشن هو روحنا الحياه مش الانفستيجيشن. الانفستيجيشن في بلدنا هنا لازم انا العيان يكون خارج من عندي 90% انا عامل له دايجنوز، لو مش عامل له دايجنوز اوديه حد يعرف يعمل له دايجنوز. ممكن انا مش عارف ساعات كتير جدا انا باجي العيان اي سي ال، انا اقعد اقول باب اروح بقى اقول للدكتور اقول له روح شوف لي كده اذا كان الفيبول شيب بتاعه بص تاخد حقك ولا لا؟ حق. طب الاكزامينشن اوف ذا سيرفايكال مايلوباسي فيري امبورتنت، معروفين ستامبا بابينسكي ساين، كلنا بنعرف نعمل بابينسكي ساين هوفمان ساين. ليه؟ لان ممكن العيان النهارده هو ماشي ماشي وعنده شولدر بين وانا ما اكتشفتش ان هو سيرفايكال مايلوباسي، بعد اسبوعين ثلاثه يجي ماشي على مشايه ديسكو ارديشن اوف موفمنت او انستابيليتي ويقدر ويبدا يبقى حاجه ايرفيرسبل. اذا كل حاجه ليها حاجه، الام اس قلنا انه كتير جدا حالات ام اس تيجي شولدر بتقعد انا اشوف الشولدر او النيك بين اتخيل ان دي واكشف عليه او ما تبقاش ظاهره قوي في الام ار اي او انا ما اخدش بالي في الام ار اي، لان كمان الام ار اي ساعات الفن بتاع الاشعه بيروح جايب حتت صغيره هو عاوز يبص على الديسكات ويسيب الحاجات الايه الانتر بودي، فيحصل ميسنج للدايجنوزز من الراديولوجي بتاع العظم وبتاع السباين ماشي. الاكزامينشن سيرفايكال مايلوباسي هو كله ان الريفلكسز كلها بتبقى ابنورمال. ليه؟ لان الكنترول بتاع البرين بدا يقف، بدا في باثولوجي في الباث واي. البابينسكي ساين دي مهمه، الهوفمان ساينز ان انا اعمل فليكشن للميدل فينجر او اي فينجر الاقي فيه ايه ابنورمال تويتشنج للايه او تويتشز للايه للفينجر او فليكشن للايه او موفمنت بالفينجرز. سيرفايكال مايلوباس فينجر سكيب تيست، اقول للعيان ايه اعمل كده يلاقي العيان يبقى عامل ايده كده، اقول له ضم صوابعك على بعض بعد دقيقه فيري ايرلي. دي من الحاجات اللي فيري ايرلي، ان انا لو شكيت العيان ولسه مفيش هايبر ريفلكس او انا مش قادر احدد هل دي هايبر ريفلكس او مش هايبر ريفلكس كده. طب انا النهارده شكيت ان ده هايبر ريفلكس، ابعت الكترو كوندكتيف ستادي تو اكسكلود سيرفايكال مايلوباس، ما توهش بتاع الالكتروفيسيولوجي. كل الريفلكسز بتبقى انفيرتد، البايسبس ريفلكس والايه بالرادياليز والرادياليز والترايسبس ريفلكس، تلاقيها المفروض تعمل اكشن الناحيه الثانيه، لان مفيش كنترول من البرين. بدا الفايبرز اللي موجوده في السيرفايكال سباين بدا يحصل لها ده، تقول العيان كده طب انا هعمل عمليه ليه؟ لان بدات الحبال جزء
كمان هيقول له كده علشان ايه؟ تبقى ايه؟ فالدياجنوزز از كلينيكال دياجنوزز. سكابل هيومر ريفلكس قبل العيان لو عملت له بالكشف بايدي او بالهامر لا ابنورمال شراجنج اوف ذا شولدر. وبرضه نرجع نقول ان مش لازم كل دي تبقى موجوده. انا لو انا كل التست دي لقيتها موجوده بقى عندها فيري ليت يبقى انا ما جبتوش فيري ايرلي كلونس. الكلونس كلنا عارفينها ان احنا ايه ريبيتد موفمنت في الفوت. لو انا عملت سادن دورس فليكشن للفوت ده يبقى ابر موتو مفيش كنترول من البرين. التست ده اسمه ايه؟ ليميتس تيست. الاتش والاي والالما بيتنطقوش في الفرنساوي. المهم العيان ده لو جه عمل سادن فليكشن او سادن اكستنشن يجي له الكتريستي تمسك من السيرفيكال سباين تنزل على الباك وعلى الاكستريميتيز. طيب الكلمه اللي الدكتور قفل بقى لما يجي لي عيان جايب لي ام ار اي انا زيرو اعمل الكلينكس ليه؟ نو مفيش نو اكل الدياجنوزز وزمت كلينكس ري الام ار اي. طب ايه الحاله دي بقى فيها ايه؟ سيرفايكال ريب ثوراسيك اوتلت سندروم. العيان جاي لي شولدر بين وريديكولار بين وانا مش عارف انه عنده سيرفايكال ريب. ممكن ادخله اعمل له ديسكتومي واكتشف انترا اوبرتيف ان هو عنده سيرفايكال ديسك. فيري فيري كومن بنشوفها كتير جدا في براكتس اللي هو السيرفايكال ديسك. بنسميه ايه؟ شولدر نيك سندروم. شولدر هو سيرفايكال ريب بس ليه؟ لانه بيرادييت للشولدر. طب اعمل له ايه؟ اكسون تيست. اكسون تيست ده بعمل ايه؟ كذا حاجه. بخلي العيان helps to distinguish thoracic outlet syndrome from the cervical reticulopathy. مهم جدا التست ده. ادكشن اوف ذا شولدر اكسترنال روتيشن وادكشن واعمل اكستنشن اوف ذا شولدر والهيد روتيتد توردز افكت السايد واكون بشوف الايه؟ الراديال ايه بالس. الراديال بالس دمينش او ابسنت. طب لو دمينش هعمل لازم اعمل مقارنه بالناحيه ايوه اوكي خلاص احنا خلصنا. كروس بودي ادكشن تيست. كروس بودي ادكشن تيست ممكن انها توريني ان ده ثوراسيك اوتلت سندروم ان انا اجيب العيان واعمل له ادكشن للناحيه الثانيه اعمل له ايده كده. لو ده شولدر هيجيله فين هنا؟ لو ده سيرفايكال ثوراسيك اوتلت سندروم هيجيله في السيرفايكال وهيجيب له راديكولوباثي مش لوكالايز بين. الراديكولوباثي اذا نان لوكالايز بين. قول للعيان بصبع واحد يقول لك الست تروح عليه ليه؟ هنا وهنا. لا قال لها بصبع واحد. ابدا اعمل لها انت بتشتغل البيت كتير وابدا اعمل لها اشيل التنشن من دماغها واوديها الناحيه الثانيه عشان اعرف اعمل لها اكزامينشن. طيب انا برضه اتلخبطت كلينيكال اكزامينشن وام ار اي الاثنين باثولوجي. طب اعمل ايه؟ هنا الاي ام جي النيرف كوندكشن. طب بصوا بقى كان ايه؟ كنت انا زمان ببعت اقول ايه؟ لواحد من الاساتذه يعني بتوع الالكتروفيزيولوجي نيرف كوندكشن اوف ابر ليب يقول لي النيرف كوندكشن والاي ام جي اذا ما بيعملكش دايجنوز ده بيساعدك في الدياجنوز لازم تعمل اكزامينشن وتحدد لي انت عاوز ايه عشان ما تتوهوش. لان ممكن انت تتوهه لان بحر الالكتروفيزيولوجي ده حاجه يعني طبعا دكتور عمرو عارف القصه يعني حاجه يعني رهيبه جدا. فما فيش. طب السنسيفتي بتاعته قد ايه؟ الناس قالت من 36 ل 64% والناس قالت من 51 ل 86. طب هو اكيوريت 100%. طب انا هقول لكم حاجه كلنا كده لو عملنا الكترو كوندكتيف ستادي في ام جي هيطلع عندنا كربون تانل وهنا وهنا يبقى اساس كلينيكال دايجنوز. ده بيساعدني ان اعمل انتربريتيشن ما بين الساينس والسيمبتوم والانفستيجيشن. ده بيساعدني في الانتربريتيشن لكن مش هو الاساس. طب انا عملت الام جي وبرضه مش عارف احدد ليها حل؟ ليها حل.
خلاص احنا لوكال انجكشن فور دايجنوس. انا النهارده عندي سوبرا سباينال اروح حقنها لوكال انستيكس بعدين انا استريح ومش تحقنه وتمشي العيان من عندك قول له من عندي كده 10 دقايق واستنى ربع ساعه نص ساعه يقول لك انا استريح الابره دي يا جميله جدا. يبقى انا عرفت ان الباثولوجي هنا. طب لو انا حقنته هنا وما استريحش الراديكلوباسي وهو ده الاساس ساعات بنعمل هنا. طب انا دلوقتي عندي ابدا بالانجكشن في السيرفايكال ولا في الشولدر؟ الشولدر نبدا بالشولدر. طب ليه؟ لان 90% من السيرفايكال او السباين انجكشن بيبقى بره. علشان تعمل له تعمل اكيوريت انجكشن لازم تحقن داي. طب الداي ده لو جابت انا فلكتك لعيالي انا اعمل الحاجه السيمبل الاول. مفيش سباين انجكشن الا بلوك بداي علشان اعرف ان انا في الفورامين. واحنا بدانا انا بعمل كده بس ببقى حاطط ايدي على قلب ان انا عندي كده انا فلكتك بحط اعمله في العمليات ومركب له كانيا كانيا وخلي الدكتور التخدير جنبي لان الداي وما اعرفش مين اللي هجيبه. لكن احقن عمياني للاسف الشديد يبقى انا اعمل الشولدر انجكشن الاول وبعدين بس السمك. طب حاجه بقى ايه نيكست ابسن سباين. اتكلمنا على اي باثولوجي في النك. اي باثولوجي في النك ممكن تعمل ريفيرال بين الشولدر. واي باثولوجي في الشولدر ريفيرال. ليه؟ لان معظم لان دي بريك البلكسس كلها واحده. شكرا جزيلا. انا عندي سؤال عشان تستفيد دكتور عمرو معلش ادينا خبراتك كده. العيان اللي عنده شولدر بروبلم ومتحول لحالك يعمل فيزيوثيرابي مثلا سابق بريميرز باثولوجي وحالتك وانت بتشتغل معاه اكتشفت ان عنده تينجلينج ومش مرتاح وجلسه 2 3 اللي هي الحاجات اللي بنشوفها هل بتعمل ايه؟ العيان ده توجهه ازاي مع حضرتك؟ نسمع يا شباب. هو طبعا ده بيحصل كتير جدا يعني هو في الاول لازم نعمل كونسلتيشن مثلا مع حد نيورولوجي او نيورولوجيست او الدكتور اكرم وزمايله. لكن انا تكمله للدكتور محمود في الحته بتاعه الاي ام جي والنيرف كوندكشن ان العيانه برضه يعني المعظم عشان خاطر الانسيدنس بتاعه الستات اكتر بكتير جدا من الرجاله في الحته دي اللي هي بتاعه الانترابمنت نيوروباثي. الانترابمنت نيوروباثي يعني معظمهم خاصه لما تبقى مودريت تو سيفير ديجري بتسمع لحد الكتف بمعنى ان 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 الانترابمنت اوف ميديان نيرف يقول لك انا الالم في ايديا وتنميل وخدلان وبرضه بيوصل لكتفي والالم بيوصل بيخليني ما انامش بالليل الكلام بتاع الدال ايكنج والكلام فده محتاج النيرف كوندكشن. لما اعمل نيرف كوندكشن والاقيها الكوندكشن الليتنسي اللي هي اللي بيسموها السنسوري مينلي سنسوري ديستال ليتنسي بتطلع اكتر من 5 واكتر من 6 ده دايما بيرديت وبيسمع لحد الشغل. طب في حالات تانية بتبقى اسمها دبل كراش سندروم. الدبل كراش سندروم دي بيبقى سيرفايكال ميكس باثولوجي سيرفايكال سبوندلوزيس او ديسك او اي مشكله في السيرفايكال ريجن ومعاها انترابمنت نيروباثي سواء كان مع للميديان نيرف مينلي او اي نيرف انترابمنت نيروباثي. لما بيكونوا الاثنين بيبقى الالم اعمق واكتر واسخف بالليل بيبقى صعب جدا ممكن ما تنامش. انت بتعمل بقى في بتعمل الاي ام جي نيرف كوندكشن ستادي لما بتشتغل على البروتوكول بتاع الابر ليمب بتلاقي في حاجه انترابمنت للميديان نيرف وبتشخصها بالديس انا بتكلم في تخصصي اكتر بتشخصها بالديستال ليتنسي اكتر. ولما بتشتغل في الحاجات اللي هي الليت ريسبونس زي الاف ويف والاتش ريفلكس بتلاقي الدنيا مسمعه كمان سيرفايكال فده بيبقى ميكسد باثولوجي. ميكسد باثولوجي بيبقى سيرفايكال راديكولوباثي ان اديشن معاها انترابمنت نيوروباثي دي بتبقى حاله جايه يعني بميزربل ساينز اند سيمبتومز لاساتذتنا. فده بيحصل كتير جدا ولازم وانت بتعمل البروتوكول ما تعملش البروتوكول اللي عايزه برضه الدكتور بس. احيانا ومش احيانا ده معظم الاوقات لما بتشتغل ديستال وتشتغل البروكسيمال بروتوكول كمان تلاقي ان اديشن معاه فانت بتديله برضه هنت. وزي ما الدكتور اكرم والدكتور محمود بيقول هو مش دايجنوزس هو بيعمل كورليشن للدايجنوزس يعني بيساعد لما اساتذتنا في العظام بيشوفوا
السيرفايكال ام ار اي بيشوف الكلينيكال فايندينج بيحط قدامه كمان الفايندينج بتاعت الام جي والنيرف كونكشن كده بيعمل كونفرميشن للدايجنوز وبيقدر انه يشتغل على نور غير دكتور عمرو. يعني للشباب دلوقتي احنا في حاله دبل كراش سندروم ومالهاش سيرج انترفنشن, يعني احنا مش هنعمل لها ديسك صغير عامل سيمتومز وسبب ما حصلش عامل فين اراوند. الابروش بتاعك ازاي؟ بتبتدي بايه؟ بتمانج الشولدر بين الاول ولا السيرفيكال سباين؟ ايه اللي حضرتك تركز عليه؟ سترينج ستريتشنج تعمل الاجهزه الاول؟ لا هو اول حاجه احنا بنشتغل يا اولاد احنا العيان بيبقى ليه عشان ايه؟ عشان البين. فانت بتعمل حاجات بين موداليتيز. البين موداليتيز عندنا مثلا الشولدر جوينت الحاجات الالكتروثيرابي زي دكتور هيثم ما بيدرس لكم كده, بنبدا نعمل حاجات زي هيت ابلكيشن لو ما كانتش اكيوت, بنعمل التراساوند, بنعمل لو هي بدايه روتيتور كام او حاجه ممكن نعمل الشوك ويف, والشوك ويف نتيجتها هايله جدا. بس الشوك ويف محتاجه شويه بريكوشن, هتبقوا تاخدوها مع الدكتور هيثم في برضه ورك شوب في الالكترو. يعني احنا بنعمل الحاجات اللي هي البين موداليتيز الاول للشولدر, وبعد كده نعمل برضه بين موداليتيز ثانيه للراديكالوباثي. دي بتبقى الكتروثيرابي اند هيدروثيرابي موداليتيز. بعد كده ببدا بشغل بقى اكسرسايز او مانيبوليشن لو انا عندي تريجر بوينت, في حاجات تريجر بوينت ريليز تكنيكس بتتعمل برضه عندنا في العيادات ببعض الموداليتيز, الى جانب ان في بعض الحالات بتبقى محتاجه سيرفايكال تراكشن. السيرفايكال تراكشن على فكره بيجيب حالات, بيجيب نتائج مهمه جدا وممتازه جدا مع الحالات المايلد لما ما يكونش فيه اوستيوفايت, وبرضه تراكشن ليه بريكوشن مش اي حد تعمله. لو واحد بس عمل تراكشن مره والساينز والسيمتوم زادت يبقى ده كونتر انديكيتد. دكتور سرحان انت الابروش بتاعك ازاي؟ معلش قول للشباب. عيان ريزيستنت واترمى في حضنه ومالوش سيرفيك انترفنشن ولا تريتمنت لما قالي بس, وهو جاي لك في الغالب الاوريجن دبل استراك زي ما واحد الروت كوز العيان مستمع لها. العيان مستمع لها. زي بيج ديفرنس بين الهيرنج اند ليسننج والاستماع مهاره. في ثلاث انواع من الهيرنج الاضرار. بين صح العيان النوم, بين اول ما داخل السرير, بين اول ما اصحى من النوم. البين اللي صح العيان النوم ثلاث منه غالبا كاربال تانل, كيوبيتال تانل, ايا كان. اثنين ده صح العيان النوم سود الموتر تنشن. عيان وانا داخل السرير الالم الهاس وانا داخل السرير اخر اليوم مجهود وبتاع والم كده, هنتكلم ابر ليم, ابر ليم بين, يعني ما اعرفش بقى سيرفايكال شولدر نيوروباثيك نيوروجينيك بين مايوجينيك بين نيوروجينيك بين ارثروجينيك بين مش عارفين. الالم اللي صح العيان النوم ده الكاربال تانل او ترابنت. العيان اللي هو الم وانا داخل السرير ثوراسيك اوتلت سندروم بانواعها بقى, هي سيرفايكال ريب ولا بيك ماينوس سندروم ولا سكلينيوي, اي كتات انواع بتوعها. العيان اللي الم اول ما اصحى من النوم ده هيبقى سيرفايكال, ومفيش اور ليمب تريتمنت وزاوت سيرفايكال سكريننج تيست. سيرفايكال سكريننج تيست, سيرفايكال سكريننج تيست هيعتمد اولا السيفتي, يعني اول وقت السيفتي بتاعتها البيرسر شير والاير ليجمنت وشوف الارتيبر وزر ده على حسب السن بتاعه. النقطه الثانيه انا بعمل كلاسيفيكيشن للبين, بين صادن اونست سيفير دي ايه ديرماتومال ديستريبيوشن, صادن اونست سيفير دي ايه تحت ال 40 واعمل وقدر حد مكانه بيدر ماتيومات ده هيبقى سيرفايكال ديسك. فاعمل سبيرلين تيست, كوادرانت تيست, نيورال تنشن تيست, اربعه تيست بوزيتيف ووسط نص سن صغير والالم بسمع بلوزه قلبه وقدر حد مكانه وغالبا السيرفايكال نسبه 5 6 7 يبقى ده ديسك, ياخد كل الديسك. طب عيال ميدل ايج 40 ل 45 هعمل بقى الاكزامينشن بتاعتي, والاكزامينشن بتاعتي ليسن لوك موف تاتش, ليسن لوك موف تاتش اسمعك بعد ما اسمع هموف. الموفمنت اتقسم لثلاثه, اكتف فيسيولوجيكال, بس فيسيولوجيكال, بس اكسسوري. اكتف فيسيولوجيكال ارفع حرك رقبتك, ارفع ايدك, نزل ايدك, انا قيمت النيرف, قيمت المسلز, قيمت الجوينتس, طالما في كامل الرينج يبقى النيرف شغال, المسل شغاله, الجوينت شغال. بس فيسيولوجيكال عشان ابدا بقى التندونز والفروزن والقصه دي الفريشه دي بتاعتي, رفع ايه بس فيسيولوجيكال. الرينج كامل وما كانش كامل اكتف يبقى ادور هي نيورال ولا ماسكولر. طب بس فيسيولوجيكال ما كملتش, ادخل بس اكسسوري اشوف الجوال المشكله جوه انتر ارتيكولار ولا اكسترا ارتيكولار.
انترارتيكولار يبقى اتحاد امبوليزيشن او بالسكوب او ده الاسسمنت. في السيرفايكال بقى انا خلاص شفت القصه، هو الالم صح انا قايم النوم، الالم هو داخل السرير، الالم اول ما صحي من النوم، اول ما اصحى من النوم يا اما ديسك عشان انت الوتر كونتنت والريزوبشن والليتر ديسك بريشر والقصه دي، ومعاه الكلينيكال سبيكتريشن بتاعتي والهيستوري بتاعه اللي باكد ده هياخد تراك الديسك وهو بتاعي ولا مش بتاعي، لانها كريتيريا حسب الميتومر والديماتومر بعمل الفيكس ده واليورال اسسمنت بتاعتي. طب العيان ده اول ما صحي من النوم وده هيبقى ميديك ايج، وغالبا البين بتاعه هيزيد مع الاكستنشن مور عن الفليكشن، وده هيبقى سبوندلوز سبوندلوز تراك. مفيش شولدر يتعالج بدون سيرفايكل، ومفيش سيرفايكل يتعالج بدون شولدر، لان الشولدر بين الشولدر لو في مشكله في الشولدر هتسمع او تريديات لابر ليمب، ولو في مشكله في الشولدر هتاثر كينيماتكس او كينيتكس، لو قلت له كاباسولوجي هيبقى ريفرس كينيماتكس حاجه اعملها. عشان الشباب ما يعني الناس دلوقتي بتبتدي تعرف بتحاول سيرفايكل ايتيولوجي وعادي بتبتدي على حسب الايتيولوجي بالظبط. تمام. طيب لو الايتيولوجي صعب ودبل سترايكس طبعا ده اخر سؤال للاول. تمام معلش وفي كلمه واحده حاضر. الشباب يعملوا ايه؟ انت الابروتش بتاعك الابروتش سيرفايكل او سباين الاول كان في البين مدرس ده كلام انا البروس بتاعي وهات تو مانج ذا بروس ريسورس ماشي الالم او كومباين انا بشتغل الاثنين مع بعض. يعني مثلا البروس بتاعي مثلا النهارده هو الالم جاي كاربال تانلز ومعاه سيرفايكل كوندروس معايا حضرتك او شولدر بين شولدر بين ومعاه كاربال تانلز هشتغل على اثنين برجل بس الاصل في الالم مين الشولدر ولا الكاربال تانلز ده اللي هبدا بيه الاول. لو كاربال تانلز هو الكاربال تانلز حصل ليه؟ البروتوكول اوله ايه؟ اوله بالنسبه لي اكسرسايز 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 ثم مدرس. شكرا جزيلا. واضح يا جماعه؟ يلا بريك ان شاء الله.